تسأل عن بطاقات التأمين الطبي التي يعني يشتريها الإنسان 200 ريال وتتيح له كم كبير من أو تدله على كم من المستشفيات أو المختبرات التي تقدم تخفيضا بنسبة معينة. هذه لا تجوز ما دام أنها تؤخذ برسوم فإنها لا تجوز. التخفيض إنما يجوز إذا كان يبذل مجانا، إذا بذل مجانا فلا بأس، أما إذا بذل بعوض فيكون حينئذ مترددا بين الغنم والغرم، تنطبق عليه قاعدة الميسر وهذا لا يجوز. بارك الله. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.